من جهتها أيضا شاركت شركة داغما أكتيف في المتخصصة في إنتاج المواد التجميلية شاركت في الطبعة الأولى للصالون الوطني لمستحضرات التجميل بولاية وهران، حيث أكدت الشركة أنها تطمح إلى البحث عن زبائن آخرين من خلال التعريف بمنتجاتهم الطبيعية. عندنا بلوزور غام دو برودوي، منهم لي برودوي تاع سوان كابيلير كيما راكم تشوفوا مورايا، فيهم شامبوان ابري شامبوان ماسك و سيروم، سي دي شامبوان غاسون سولفات اي تو، سي لا غام غاسون سولفات. كيما عندنا لي برودوي تاع سوان كوربوريل كيما غو تو سكي غوماج فيزاج غوماج كور لي كريم هيدراتونت، عندنا لا نوفيل غام جور اي نوي تاع لا كريم، كيما عندنا لا غام gommage ou la les crèmes pour les pieds ou chancol. Là on participe à Cosmetica pour la troisième fois ici à Oran, Cosme Oran, pour avoir de nouveaux clients et parce qu'on a un contact professionnel avec les autres concurrents d'Yana les Homa, c'est nos collègues pour le matinique ou les produits d'Yana, c'est des produits bio. كما لي برودوي تاع لي شوفو ديالنا يزابورت لا فريشور لا سوبلس و تاع لو كور يزابورت لا بلونشور لا دوسور اوسي، و ديسي لا فان 2024 راح يكون عندنا دو نوفيل غام دو برودوي ان شاء الله.